الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك
نفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم.